هي الكويت ترتدي ثوب البهجة والفرحة في ذكرى يومها الوطني 62، حيث تحتفل دولة الكويت في 25 من فبراير من كل عام بيومها الوطني الذي يمثل ذكرى استقلالها. لليوم الوطني الكويتي مكانة خاصة في نفوس المواطنين الكويتيين، فمع مرور السنوات وتعاقب الأجيال ما زال الشعب الكويتي يحتفل بهذه المناسبة العظيمة والتي يشارك فيها كل كبير وصغير، مواطن ومقيم على أرض الكويت الطيبة. منذ إعلان لحظة الاستقلال والكويت تعيش في حالة من الاستقرار والأمان والخطة الثابتة والناجحة نحو التقدم والعمل للوصول إلى حياة أفضل، فهي تسعى دائماً لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن الكويتي ليعيش حياة كريمة وآمنة. لا تقتصر احتفالات اليوم الوطني على دولة الكويت فقط، بل تمتد إلى دول الخليج التي تشاركها فرحتها كل عام من خلال عقد فعاليات وبرامج وطنية. واحتفالاً بهذا اليوم الغالي، استضاف القنصل العام لدولة الكويت سعادة علي سالم الذايدي عدداً من المسؤولين وكبار الشخصيات للاحتفال باليوم الوطني الكويتي. كل عام ودولة الكويت من أعظم الأمم، دمتي سالمة يا كويت.